متى تشك ان عندك مشكله بالجيوب الانفيه او تفرق ان هذه نشله عاديه زكام او هذه جيوب انفيه؟ شلون تعرف؟ خلوني اقول لكم. اول شيء شنو هي الجيوب؟ الجيوب الانفيه هي فراغات هوائيه موجوده في الجمجمه عندنا، هما 8 ازواج يعني 8، عندنا 8 من الجيوب الانفيه موجوده. شنو مهمتها؟ سبحان الله، هذه بالوضع الطبيعي تكون مليانه هواء عشان تخفف وزن الراس والجمجمه عندنا، ولموضوع التوازن عندنا، وايضا فيها طبقه صغيره من المخاط لمقاومه الجراثيم. تصير مشكله اذا صار فيها سوائل بدل الهواء فنسميه التهاب الجيوب الانفيه. شنو اعراضها؟ عرضين تشكون عندكم جيوب. اول شيء الصداع، صداع مال جيوب مميز وايد. اول شيء دمه ثقيل، يزن على راسك دمه ثقيل، وايضا مكانه في منطقه الجبهتين او وراء العينين، وممكن ايضا في منطقه الخد، وممكن يكون عند الاسنان. هذا صداع الجيوب، يعرفون اللي عندهم جيوب. ثاني شيء المخاط، يبدي المخاط طبعا من نشله، المخاط يكون شفاف عادي، مع الجيوب يبدي يثقل عندك، يصير شويه ثقيل، وممكن يصير لونه أصفر قامج، ممكن يصير لونه أخضر، وممكن يحسون تحس بريحته. صاروا هالعرضين شكنا عندك جيوب. شو تسوي؟ ترى ما له داعي مضاد حيوي في أول الأيام، بخاخ من أو غسيل من الأنف تنظف، مسكن وبس، لا تأخذ مضاد حيوي. عدى 6 أيام راجع الطبيب، هو يقرر لك تحتاج مضاد حيوي أو ما تحتاج.